ماذا عن أوروبا بعد قرار الرئيس الروسي اليوم بوتين بأنه التعامل بالنسبة لصادرات الغاز والبترول الروسي مع أوروبا تحديدا أو ما وصفهم من الدول المعادية وغير الأصدقاء بالعملة الروسية الروبل، هيتعاملوا مع هذا الأمر إزاي؟ مفروض نظريا أستاذ أحمد أن تشتري أوروبا روبل، لأن روسيا يعني تستلم عادة تقريبا 57% من تعاملاتها أو صادراتها، يعني بدل صادراتها باليورو و 39% بالدولار 3% بالجنيه الاسترليني. إذا يقول لأوروبا يسبقهم في قضية العقوبات، وبالتالي أول الخطة هي تحتاج لأسبوع، لأن الرئيس بوتين لم يفصل كثيرا، وبالتالي ترك الأمر للبنك المركزي ولوزارة الاقتصاد. لكن نحن نعرف كمحللين أن هذا ما يريد أن قوله، من ناحية يقول سأحترم كل عقود تسليم الغاز والنفط، وبنفس الوقت أنا أريد روبل ولا أريد أي عملة ثانية، يعني يريد رفع الروبل، واليوم تحرك يعني الروبل وتقوى من 120 مقابل الدولار إلى 199، ولكن أنا أرى أن الأمر هو ضغط على أوروبا بصراحة، هو للقول أنتم لا أريد أن أعمل يعني العقوبات على سرعتكم، سأنا أقوم بالسرعة وأضطركم لكي يعني تبحثوا عن مصادر أخرى بطريقة سريعة. يعني هو يضغط عليهم، وليست هي قضية فقط لخدمة الاقتصاد الروسي، هذا واحد. اثنين، لإشعار رجل الشارع الروسي أن روبل قوي، وبالتالي من يقامر على أنه سيتهاوى مع التضخم هو مخطئ، ربما في المدى القصير يسعفه هذا الأمر. ثلاثة، هو يرد على تجميد نحو يعني 300 مليون بليون دولار من موجودات روسية الخارجية، سواء ذهب أو عملات أخرى، باعتراف وزير يعني المالية الروسي، وبالتالي هو يريد مناورة أكثر من الناحية المالية. أنا أشك أنها ستعطيه يعني لنقل سيولة أكبر، لكن حتى لو اشتروا روبل لن ينقذوا، كما قلت أنا، الاقتصاد الروسي. هم ربما يديرون ظهرهم لعقود العام المقبل، وبالتالي نفهم ماذا حصل بزيارة دول عربية وغيرها لمحاولة عمل صفقات. المشكلة برأيي هي ستكسر أكثر أستاذ أحمد، ولن ينتصر فيها الطرف، هو يلحق الضرر الآن بأوروبا بشكل أساسي. دكتور يعني ناصر، هيوفر روبل منين وهم أصلا ما عندهمش أكيد لاحتياط ولا عاملين حسابهم لهذا اليوم، أنه يعني يتعامل بالروبل كمان ويلتف على العقوبات؟ وكلام الرئيس بوتين النهاردة كان واضحا، لمدة أسبوع يتم تغيير التعاملات في هذا الشأن، وبالتالي اتحاد الأوروبا في حاجة إلى الغاز ولن يستطيعوا الاستغناء عنه في هذه المرحلة، وهم الآن بيضرب بالعقوبات عرض الحائط، أو بيقول لهم تعالوا اتفضلوا، ده أنتوا اللي هتعملوا سعر أكبر للروبل، زي ما حضرتك قلت كده نزل أقل من 100 روبل الدولار الواحد. وبالتالي أستاذ أحمد، هذا لي زراع وليس عرض تجاري. يعني هذا لي زراع حتى لو اشتروا روبل لنفترض، وأخذوا روبل وسحبوا من السوق، هو يريد سيولة ستعاد إلى البنك المركزي الروسي. بأمور معينة، وبالتالي يريد أن يفشل العقوبات ويعني يدفع الاتحاد الأوروبي إلى التراجع، بحكم أن الاتحاد لم يعمل يعني عمل استثناء لواردات الغاز والنفط من روسيا. هو يرد عليهم بهذا الأمر، سأعطيكم هذا الأمر لكن تعالوا إلى الملعب، إلى ملعبي أنا. وبالطبع إذا رد الاتحاد والبنك المركزي الأوروبي، نحن أمام الآن معركة جديدة في الساحة الاقتصادية النقدية، وهذا أمر مهم الذي كانت بعيدة. نحن عندنا منازلة اقتصادية في السلع، في الحبوب، في كل الأمور، لكن الآن في النقد. وبالتالي أنا أنتظر رأي صندوق النقد الدولي، لأن العملة الروسية ليست يعني هي عملة دولية صحيح، لكنها لا تستخدم في السلع بشكل كبير، ودفعهم الآن لربما أنا أظن أستاذ أحمد أن الرئيس بوتين يريد أن يغري لاعبين كبار حتى في المنطقة العربية، ويشجع الصين وغيرهم للقول اتركوا العملات الدولار، لأن عندي 85% من سلع العالم تسعر بالدولار، البقية يورو، والقليل جدا هو باليوان الصيني. إذن هو يريد أن يغري الآخرين، ويقول بدأت المنازلة الكبرى بالنقد بعد أن كانت في السياسة، في الاستراتيجية، وفي الأسلحة، في الحرب. يعني يوسع إطار المنازلة. ماذا لو دخلت الصين واحدة الدول العربية التي سيادتك أشرت
ضمنيا إليها في هذا الأمر، وتم الاستغناء في التعامل بالدولار أو اليورو حتى. أنا رأيي الأمر ليس سهلا أستاذ أحمد، هو سهل على الورق. يعني أنت تشتري من روسيا لنفترض الدول العربية خصوصا النفطية لن تشتري من روسيا نفط، لنكون واضحين بهذا الأمر. السلع الموجودة عندها هي حبوب بشكل أساسي وربما صفقات عسكرية. نعم يمكن أن تشتري بالروبل كما يشترط هو الآن، بالرغم أن الدول العربية صديقة، أنا لم ألمس أن هناك دولة غير صديقة لروسيا على الأقل لحد الآن، وبالتالي هو يغري. لنقل بلدان الخليج لا لزوم لإغراء إيران لأن هناك صفقات مقايضة سابقة معها وبالتالي هي ستقبل، وربما بلدان الجزائر وجنوب أفريقيا. كان في الماضي يعني يحصل بعض الأمور حتى مع الجزائر وغيرها، صفقات أسلحة وحبوب كانت تسوى، كان يحصل فيها بعض اللغط لأقول بصراحة. لكن هل ينجح وهو قوة غير اقتصادية خارج مجموعة السبعة؟ غدا وبعد غد أستاذ أحمد في بروكسل ستجتمع يعني مجموعة السبعة، كذلك حلف الأطلسي، وأنا أتصور يعني لأن أغلب الأمور ستصيبها كندا وغيرها، لكن هو برأيي هو يريد أن يصيب ألمانيا خصوصا بلي ذراع حتى يجعلها تقوم، وهولندا بفرط الإجماع الأمريكي الأوروبي بهذه الغاية، لأن لا يستطيعون في المدى القصير، يستطيعون تقليص الـ يعني الواردات من روسيا، لا يستطيعون الإلغاء، وبالتالي يريد أن يعني يتغدى بهم قام بأن يتعشوا به، يريد أن يعمل سرعة يعني المنازلة على ذوقه وليس على ذوقهم بصراحة. شكرا جزيلا دكتور ناصر قلاوون من العاصمة البريطانية لندن، وعندنا زي ما بقول لحضرتك الفقرة القادمة فقرتنا الرياضية.